قارن هذا بما يقوله جوزيف ماكيب. هذا جوزيف ماكيب مكاتب إنجليزي، يقول كانت أهم أكبر مدائن أوروبا ليس فيها قنوات صرف المياه النجسة، فكانت النجاسة المياه النجسة تسيل في أزقة باريس ولندن. قالت وقال ولم تكن تلك الأزقة مبلطة، فكانت تجتمع فيها البرك. قال واستمر هذا من مورا جات كاع الثورة الأوروبية الفرنسية، وبقى هذاك الشيء مازال في الوقت القرن، هو يتكلم بالميلادي القرن العاشر الميلادي والقرن الثاني الهجري. قال في ذلك الوقت كانت قرطبة شوارعها مبلطة ومنورة، وفيها قنوات لصرف المياه النجسة، بعض قنواتها تدخل فيها سيارة وبعض قنوات تدخل فيها الحمار أعزكم الله. زيغريد هنكر مستشرقة ألمانية من أهل القرن العشرين، هذه تقول في بغداد وحدها وجد في القرن العاشر القرن الثاني الهجري القرن العاشر الميلادي وجد 50 مستشفى في بغداد. الكنيسة كانت تحرم الطب، تحرمه. زيغريد هنكر تقول الملوك في أوروبا لا يعرفون كتابة أسمائهم، ورجل الشارع في قرطبة يكتب ويقرأ ويقرض الشعر. وأنتم بارك الله فيكم اقدروا قدر دينكم هذا، دينكم هذا علق نفيس، هذه هدية ثمينة. ربنا سبحانه لما اصطفانا لأن نكون من أهله اصطفانا لخير لا يقدره وحق قدره كثير من المسلمين اليوم.